بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، واهدنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين، آمين. الجلسة الثالثة في الزكاة، وإن شاء الله نحاول نخليها الأخيرة، ننهي موضوع الزكاة وإحنا واقفون على نصاب الزروع. فصل في نصاب الزروع. اشترط النصاب في الزروع الشافعية وكذا المالكية، أما الأحناف فعندهم لا نصاب في الزروع، أي حاجة تخرجها الأرض يطلعوا زكاتها على طول، يطلعوا نصف العشر إن كان يسقى بالمجهود، والعشر إذا كان يسقى بماء السماء. هكذا رأي الأحناف، وأنا أحب رأي الأحناف في هذا الزمن لمراعاة لحق الفقير لكثرة الفقراء. لكن الشافعية اشترطوا نصابا، واشترطوا أيضا أن تكون قوتا، المزروع يبقى قوت، فما فيش زكاة في الفاكهة، ما فيش زكاة في الخضروات. لكن الأحناف ما اشترطوش نوع معين، كل ما يزرعه الآدمي ويستفيد به يطلع زكاته، سواء كان فاكهة أو خضارا أو قوتا أو حتى توابل، أي حاجة تطلعها على الأرض يطلعوا، ما لهمش دعوة بالنصاب، ما لهمش دعوة بكمية. طلعت أردب تطلع منه، طلعت أردبين تطلع منه، طلعت نص أردب تطلع منه. ده رأي الأحناف، لم يشترط النصاب في الزروع. كويس. وآتوا حقه يوم حصاده، خدوا بمطلق الآية. نصف العشر إذا كان يسقى بالمجهود، يعني بالتكلفة، بمطور، بعمال، بكده، بحفر، عامل بير. إنما لو بيسقى بماء السماء زي في أوغندا والبلاد دي، تلاقي كل السقي عندهم بماء السماء المطر، يبقى ده يطلع عشره لأنه مش مكلفه كتير. يسقى بالراحة، يعني بدون ايه؟ بدون تكلفة. في مصر ما فيش النوع ده، في مصر معظمها بالمجهود، وبيستعملوا المطورات والسوائي والحاجات دي في مصر. لكن في البلاد اللي فيها امطار كثيرة زي الاراضي الاستوائية والحتت دي، فمعظم يعني مزارعها بتسقى بماء السماء. فاحنا عندنا في مصر هنا نصف العشر. فصل في نصاب الزروع. ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. يبقى احنا الزروع قلنا القوت، ما كان قوتا كالبر والشعير والسلت والحمص والذرة والأرز والبقوليات والفول، كل ده يطلع زكاته. كويس. لأن ده كلها أقوات عند الشافعية. والثمار يقصد بها نوعين بس، اللي هو التمر والزبيب. التمر والزبيب ده عند الشافعية وكذا المالكية. ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، يعني أقل من خمسة أوسق مع الوزك، لازم خمسة أوسق. الوسق يساوي ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمدد، تقريبا اتنين كيلو ونص. يبقى الوسق ستين في اتنين كيلو ونص يطلع كام؟ مية وخمسين كيلو، تضرب في خمسة يطلع سبعمية وخمسين، يبقى ده النصاب، سبعمية وخمسين كيلو. واضح؟ ونصاب الزروع خمسة أوسق من الوسق. أوسق جمع إيه؟ وسق أو وسق بضم الواء وفتحها. من الوسق مصدر بمعنى الجمع، ربنا بيقول والليل وما وسق والقمر إذا اتسق
وسق يعني جمع، والليل وما وسق، ما اجتمع في الليل من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وما جمع فيه من السكينة، وهكذا. الوسق يجمع السيعان، لأن الوسق يجمع السيعان، لأن احنا قلنا الوسق 60 صاعا، يبقى جمع 60 صاع. وهي أي الخمسة أوسق 1600 رطل بالعراق. الشيخ ابن أبي شجاع كان عراقي بغدادي، فكتبها بالوزن بتاعه أيام زمان، اللي هي 1600 رطل بالعراقي، وفي بعض النسخ بالبغدادي. يبقى مطلوب ان الفقيه لما يجي يقول للناس النصاب والموازين يقول لهم بايه؟ بموازين بلده وعصره، علشان يحول العلم الى حاجة ينتفع بيها. انما لو احنا قاعدين نقول 5 أوسق و 1600 رطل بالعراقي، وانت حضرت الموضوع ومشيت، ما تعرفش ايه الزكاة من قد ايه، فلابد انك انت تحولها بميزان وكيل بلدك وعصرك عشان تفهمها للناس. وده اللي عمله الشيخ ابي شجاع، لان كان بغدادي وفي عصره حولها هو الرجل. 1600 رطل بالعراقي، وفي بعض النسخ بالبغدادي، وما زاد فبحسابه. ما فيش وقص، احنا قلنا في زكاة الحيوان في وقص، يعني ما زاد من 120 لحد في الغنم، من اول 40 لحد 120 يطلع ايه؟ شوح، يعني 60 زي 40 وال 80 زي 40 وهكذا. لكن لا، هنا بقى في الثمار، في زكاة الزروع والثمار، فلا وقص فيها كما في زكاة الانعام، يبقى ما زاد بحسابه، زي زكاة النقدين بالضبط، ما زاد بحسابه. لكن تختلف زكاة الزروع عن زكاة الانعام والنقدين انه لا يشترط فيها الحول، لا يشترط فيها حولان الحول، لكن بمجرد انك تحصد وتستخلص تبتدي يعني لو حصدت مرتين في السنه هتطلع 2 في السنه، حصدت 3 في السنه هتطلع 3 في السنه، وهكذا. وما زاد فبحسابه. ورطل بغداد عند النووي 128 درهما. نشوف برضو الامام النووي لما ابتدى يشرح الموضوع ده في الشام في عصره حولها برضو لميزان اهل عصر، وهكذا. يبقى كل فقيه لازم يحولها لميزان اهل عصر. 128 درهما و4 أسباع درهم، ده عند الامام النووي. وفيها اي الزروع والثمار ان سقيت بماء السماء وهو المطر ونحوه كالثلج أو السيح. إيه هو السيح؟ المية اللي سايلة على الأرض كده لوحدها بتجري زي سيل فيضان، يسموه السيح. وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سد نهر، فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها، يعني بلا مجهود، زي ما الشيخ أحمد بيقولك بيسموها بالراحة، سقيا بالراحة، يعني بلا مجهود، بلا مجهود مالي ولا بدني، لأن البدني هيبقى تدي أجر العمال، والمالي هتدفع تكاليف الآلات اللي بترفع كالموتور وغيره. يبقى فيسقيها يطلع منها إيه؟ العشر. يبقى 750 كيلو يطلع 75 كيلو عشرهم، ده لو كان بماء السماء أو بالراحة. وإن سقيت بدولاب بضم الدال وفتحها ما يدير الحيوان، اللي هو زي ايه احنا نقول عليه الساقيه، في مصر نسموه الساقيه، وفي الشام يسموه الدواره، ها يسموه ايه؟ التابوت. والتابوت تابوت بالتاء كده. طيب عندكم فين؟ في بيقول لك منطقه الصف والجيزه وبني سويف، الحته دي يسموه التابوت، في وجه بحري عندنا يسموه الساقيه، وفي بعض اماكن في الشام يسموه الدواره. كل دي يسموها ايه؟ الدولاب. الوقت بقت بالموتور، في زماننا احنا ده بقت بالموتور، يقول لك تجيب موتور ري علشان ايه؟ يطلع لك الميه من تحت ويسقيها بعيد. كان زمان بالنواضح ايام النبي في المدينه، النواضح وهي الناقه
التي تحمل الماء إلى أماكن الري، دي سموم النواضح جمع ناضح، وهي الناقة التي تحمل الماء. كل دي برضو تختلف باختلاف الزمن. وإن سقيت بدولاب أو سقيت بنطح من نهر أو بئر بحيوان كبعير أو بقرة نصف العشر. وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء ثلاثة أرباع العشر. يبقى لو كان مناصفة بس بنصه بمطر والنص التاني يبقى نطلع ثلاث أرباع العشر. فصل في عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. هي في تاني يتزرق؟ طب خليها بقى الأسئلة في الآخر، حاضر بس دونها عندك. فصل في عروض التجارة. عروض التجارة كل ما هو بضاعة معروضة للبيع، ده يسموه عروض التجارة. أي بضاعة معروضة للبيع يسموه عروض تجارة. يعني واحد بيبيع سيارات تبقى عروض التجارة عنده سيارات، بيبيع ثلاجات تبقى ثلاجات، بيبيع أراضي تبقى عبارة عن أراضي. كل واحد على حسب، بيبيع عقارات تبقى عروض التجارة بتاعته عبارة عن عقارات، عمارات وشقق وهكذا. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، يعني بنفس النقد الذي اشتريت به. يعني أنا دلوقتي جبت بضاعة سيارات بثلاثة أربعة مليون جنيه مصر، كويس، قعدت عندي سنة عرضها للبيع، فآجي عند حوالين الحول أقومها بالجنيه المصري، ما قومهاش بالدولار ولا باليورو ولا بأي عملة أخرى زي ما اشتريتها بيها. طب افرض أنا شاريها بالدولار، أقومها بالدولار. يبقى بما اشتريت به، يعني من جنس العملة التي اشتريت بها، إن كانت بذهب فبذهب، بفضة فبفضة، بجنيه مصري بجنيه مصري، يورو بيورو وهكذا. يبقى نقومها إمتى؟ آخر الحول، بقيمتها عند آخر الحول. يعني أنا كنت شاري السيارات دول بثلاثة مليون جنيه مصري أول الحول، بعد 12 شهر هجري عرضهم البيع، ارتفع سعر السيارات فصارت اللي بثلاثة مليون، البضاعة اللي بثلاثة مليون جنيه مصري دي بقت بأربعة مليون، يبقى عندي أنا هطلع زكاة أربعة مليون. واضح؟ يبقى بقيمتها وقت الحول مش بقيمتها وقت ما اشتريتها. طب افرض انخفض سعر السيارات، انا جايب 3 مليون وبقت ب 2 مليون، اطلع زكاة 2 مليون على حسب ارتفعت او انخفضت. واضح الحتة دي مهمة للتجار ياخدوا بالهم منها. يبقى ما بيقوم اللي عنده في المخزن بيقومه بالعملة اللي اشترى بيها وسعرها وقت اخراج الزكاة مش وقت ما اشتراها. فهمت ازاي؟ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا. يعني أنا اشتريتها بالجنيه المصري، أنا اشتريت بضاعة بخمس تلاف جنيه مصري، دي مش نصاب خمس تلاف دي، لكن بعد سنة لما قومتها بالجنيه المصري لقيتها بقت عشرين ألف جنيه مصري، أطلع زكاتها مع أن أنا اشتريتها بأقل من النصاب، بس بعد ما مر سنة بلغت النصاب وزادت. فهم؟ يبقى سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا، فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول، خد بالك آخر الحول، نصابا زكاها. أنا اشتريت بضاعة بعشر تلاف جنيه مصري، أهو ده نصاب، آخر الحول السوق فيه ركود بقت بخمس تلاف، ما علي الزكاة. واخد بقى، مع ان انا لو شلت ال 10000 في ايدي كنت طلعت زكاه لو كانت النصاب مثلا 10000 على حسب يعني النصاب. يبقى العبره ان هي قيمتها تبلغ نصابا اخر الحول فما زاد، فان بلغت نصابا اخر الحول فما زاد اطلع زكاتها ربع العشر زي زكاه النقدين بالظبط، زكاها والا فلا. ويخرج من ذلك بعد بلوغ قيمة مال التجارة نصابا ربع العشر منه، زي ما بنطلع زكاة الذهب والفضة والأوراق المالية بنطلع فيها ربع العشر.
طيب في نوع تاني من الزكاة وهو ايه؟ ما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه. يبقى لو استخرج من معادن، افرض انا بستخرج معادن ذهب او فضة، عندي منجم ذهب بيسموه تبر الاول وهو ايه؟ في التراب مخلوط يعني. فانا عندي منجم ذهب بخرج منه الذهب، احسب لو بلغ نصاب بعد التنقية اطلع على طول ايه؟ الزكاة بتاعته. بطلع الزكاة بتاعته كزكاة ايه؟ ما يشترطش على فكرة فيها طبعا زكاة الذهب ربع العشر معروف، هتطلع زكاة ربع العشر ما يشترطش فيها ايه؟ حوالين حول هنا، لان دي زي الزروع بقى، مجرد ان انا طلعت من المنجم واستخلصت وبقى نقي ووزنت لقيت زاد عن النصاب اروح مطلع على طول، لان ده بالظبط كأنه زرع وانا ايه بحصده، ده اللي هو المعدن. كذلك الفضة، وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه إن بلغ نصابا ربع العشر في الحال. في الحال يعني إيه؟ بدون حوالين حول، في الحال. إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة، إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة مسلم حر ملك تام، الحاجات اللي احنا قلنا إيه الشروط الأولانية. والمعادن جمع معدن بفتح داله وكسرها، معدن ومعدن اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك من مواتن أو ملك. طب هل المعادن تبقى الذهب والفضة بس ولا أي معادن؟ افرض أن أنا عندي يعني منجم فحم، منجم منجنيز، منجم حديد، منجم رصاص، الراجح ان هو الذهب والفضة بس، انما الحاجات دي كلها لما ابيعها هتتحول الى مال وهتبقى في رصيدي هطلعها مع زكاة المال. لكن خد بالك ان المعادن دي انا بطلع ربع العشر من جنسها، يعني بطلعها ذهب وطلعها فضة، كل زكاة بتطلع من جنسها، زكاة الحيوان تطلع الحيوان ما طلعش القيمة، زكاة الزروع تطلع زروع، أنا زرع قمح طلع قمح ما طلعش ذرة، زارع تمر ما طلعش زبيب، فاهم؟ يبقى كل زكاة بتطلع من جنسها. ليه بقى؟ حتى يكون للفقير نصيب من جميع أجناس المال. واضح؟ يعني ما ينفعش انا الزكاة بتاعتي هطلعها طلعت جمل اروح بايعه واقسم ثمنه على الفقراء، ما ينفعش اديهولهم جمل هم يتصرفوا بيه بقى، لان الفقراء دول اصلا مش محجور عليهم بسفة، او ما انا ابيع بالنيابة عنه او ابيع لهم، فهمتني؟ يعني افرض الزكاة بتاعتي طلعت جمل او طلعت شاه، ما اقولش والله انا هروح اتبعها واقسمها عليهم كل واحد كيلو، ما ينفعش. شابت مأمأ ياخدوها بتمأمأ عايشة عشان يمكن ياخدوها يستثمروها ويحلبوا لبنها ويخلوها تحمل وتنجب وبعد 3-4 سنين تبقى 20 شاة، فهمت بقى؟ الدهب ادولهم دهب تقسموا ازاي؟ شوف عليك كم جرام الدهور. اديه الواحد المشكله، هو بقى يتصرف فيها، هو ياخدها يديها لمراته هديه تلبس الدهب تفرح زي ما مرات الغني بتلبس الدهب، او ياخدها هو يبيعها ويفك نفسه بيها براحته بقى، انا مش حاجر عليه، فهمتني ازاي؟ يعني انا بطلع زكاه الدهب اطلعها دهب، زكاه الطعام اللي هو الزروع من جنسها، كل زكاه من جنسها لا يجوز اخراج القيمه. واضح؟ ونص عليه الامام النووي في المجموع اكثر من مره، ناخد بالنا. يعني ما ينفعش زكاه المال بتاعتي احولها لقماش مع دخول المدارس واجيب لبس مدارس واوزعه على الفقراء، غلط، دي صدقه مطلق، صدقه مش زكاه، عليك تطلع الزكاه تاني، لان اللي عملته ده دي صدقه. الزكاه لازم توصل للفقير هو يتصرف فيها كيف شاء، لان حق الفقير في مال الغني. واضح؟ بدون ان يتصرف الغني بالنيابة عن الفقير.
فهمت المسألة؟ هنيجي ايه؟ هنتكلم الموضوع ده بالتفصيل في المصارف. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل فين؟ في مصارف الزكاة. ننقل بقى وعديها، كويس؟ ما توقفش بقى في دي. طيب في نوع تاني من الزكاة غير زكاة المعدن المعادن، في زكاة الركاز. الركاز اللي هو واحد بيحفر لقى دفين، لقى كنز تحت الأرض. دفينه الجاهلية. كنز مدفون من أيام إيه؟ الجاهلية، من قبل الإسلام يعني. طب لو الكنز ده كان إسلامي يبقى ده ملك مسلمين. أدور الأرض دي كانت ملك مين قبلي؟ واخد بالك؟ وأروح الشهر العقاري وأسأل ملك مين قبلي؟ وملك مين قبل مين؟ لحد ما أشوف ورثة هذا الراجل، وأعلم الإعلان في الجورنال وأقول ورثة فلان الفلاني وجد كنز في أرض جدهم التي آلت لملكي. ولما ييجوا ياخدوا الكنز بتاعهم يطلعوا 20% منه في الحال زكاة، 20% خمسه زكاة، يبقى الركاز فيها الخمس. ها؟ لا ليه ثواب بقى، ليه ثواب لو كان من أهل الزكاة، له ثواب إيصال الأمانة، له إيصال الأمانة. ده القانون عمل كده علشان يشجع الناس لما قلت الأمانة. لكن أنت أصلا المفروض الأمانة لا تؤخذ عليها أجر في الدنيا، مش كده برضو؟ لكن القانون عشان يشجع الناس على أداء الأمانات قال لهم هنديله 10% منه، فهو ده حق قانوني مش حق شرعي يعني، عشان تشجيعا للناس بعد تضييع الأمانات. خلاص حتى أبلغ الحكومة. لا ده لو دفين الجاهلية أو دفين الإسلام في الزمن بتاعنا هتبلغ الحكومة، لأنه بقى اسمه آثار. تقوم الحكومة هي بقى المسؤولة، تتصل بأصحابه الأصليين وتقوموا ذهب وتدلهم قيمته وتاخده هي قيمة الأثرية بتاعته. لا يجوز بقى ان هنا مخالفة. ليه؟ لان اصبح له قيمة اخرى فوق قيمته المالية. يعني دلوقتي الاثار لها قيمة اخرى فوق قيمتها المالية، وهي انها اثر، واخد بالك، تاريخي، اصبحت قيمتها بالملايين. ممكن تلاقي حتة تمثال حجر كده ما يسويش حاجة، لو عرضته في سوق السيدة عيشة الناس ما ترضاش تشتري منك، لكن بتوع الاثار يشوفوه يقول لك ده بمليون. حاجه غريبه، هم بقى فاهمين قيمه الحاجات دي، يقول لك ده اصلا من عصر البطليموسي ولا مش عارف ايه الحاجات اللي بيقولوها دي، واخد بالك؟ طبعا طبعا طبعا. وما يوجد من الركاز وهو دفين الجاهليه، وهي الحاله التي كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الاسلام. لكن لو كان دفين اسلام يبقى حكم اللقطه، لابد من تعريفها ولابد من ايه؟ من ايصالها لاهلها، حكم اللقطة. ففيه دفين الجاهلية ده في ايه؟ في اي الركاز الخمس، يبقى يطلع منه 20%. طيب البترول يبقى ركاز؟ كثير من الفقهاء في هذا العصر الحديث قال لك البترول ركاز، قالوا البترول حتى بيسموه الذهب الاسود، وهو اصلا ده عبارة عن دفين من الاف السنين، عبارة عن نباتات وحاجات من دي دخلت في بطن الارض من الاف السنين وتفاعلت مع حرارة بطن الارض فتحولت الى هذا السائل الاسود اللي بيستخدم للطاقة، كويس؟ يبقى البترول له حكم الركاز. يبقى المفروض كل الدول البترولية تطلع 20% تحطه ببيت مال المسلمين من اموال البترول. لو نفذوا هذا لا تجد فقير في بلاد المسلمين خالص. فعلى الله هذا الموضوع يصل صوته الى يعني بلاد البترول حتى مصر ما فيها بترول وغاز طبيعي، تطلع 20% من دخل الغاز الطبيعي تزوج به الشباب الفقير وتعمل مشاريع للناس اللي هي مش لاقيه تشتغل، وتعمل بيوت تسكن فيها الشباب اللي مش لاقي يسكن وببلاش، كل ده ببلاش، مش تملكها لهم كمان بأقساط، تديها لهم ببلاش طالما من مصارف الزكاة اللي احنا هنشوفهم الثمانية. يبقى ففيه أي الركاز الخمس، ويصرف مصرف الزكاة على المشهور، ومقابله أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيء. يبقى عندنا وجهين في الركاز،
ان الركاز ده فيء فيصرف بتقسيم الفيء اللي هو في سورة الحشر، واخد بالك؟ اللي هو هيبقى الاربع اخماس ياخدوه لله ورسوله وولي القربى، قرابة النبي ياخدوا. ده كانوا زمان قرابة النبي دول بقى اللي عندهم نسب شريف، يا اصحاب مليارات لو تنفذ الوجه ده يعني، واخد بالك ليه؟ لان هم مش هياخدوا من الزكاة، خد بالك، هم محرومين من الزكاة، فيقوموا يغنوهم بهذا المال بديل عن انهم لا ياخذوا من الزكاة، الزكاة محرمة عليهم. ده المقابل لايه؟ للمشهور. لكن المشهور ان هي تصرف مصارف الزكاة المعتدة، خدت بالك؟ ده المشهور. يبقى عندنا احنا وجهين في الشافعية، وجه مشهور وانها هي ان زكاة الركاز تصرف مصارف الزكاة العادية الثمانية اللي هنقولهم، والوجه المقابل للمشهور ان هي يعتبر فيء، يعني جاء بغير قتال، واخد بالك؟ وطالما كل شيء جاء بغير قتال اسمه ما أفاء الله على مما أفاء الله على رسوله، ويبقى قسمته قسمة الفيء اللي هو أربعة أخماس والخمس. الخمس بعد كده لإيه؟ لباقي المسلمين. لكن الأربعة أخماس يتقسموا أخماس، خمس لله ورسوله يعني يدخل الخزانة العامة علشان ياخد مرتبات الولاة اللي هم بالنيابة عن النبي، ولاة أمور المسلمين. آدي معناه الخمس بتاع وبعدين خمس تاني لأولي القربة، وخمس تاني للفقراء وابن السبيل، وخمس تالت لميزانية مثلا رئاسة الجمهورية علشان بتعمل مأدبات وبتاع لإيه؟ لاستقبال الوفود الخارجية اللي بتيجي، كل ده ينفق منها، واخد بالك؟ نفقات تقسم بهذه الطريقة. كل ما جاء بغير غلبة ولا سلاح، باستسلام عدو، من أموال الكفار. إذا جاء كل ما جاءنا من أموال الكفار بغير قتال يبقى يسموه فيء. زي إيه؟ بني النضير استسلموا ومشوا ونزلت فيهم سورة الحشر، إنما بدر كانت بقتال غنيمة. وده الفرق بين الغنيمة والإيه والفيء. الغنيمة تقسيمتها في سورة الأنفال، إنما الفيء تقسيمته في سورة الحشر. الغنائم اللي في سورة الأنفال بتقسم بقى خمسها لله ورسوله والأربع أخماس للجند، واخد بقى؟ إن لم يكونوا، إن كانوا متطوعين، أما إن كانوا مرتزقة يعني بياخدوا مرتبات، تبقى تخش في الخزانة العامة بيت مال المسلمين، فهم؟ يبقى الخمس ياخدوا الله ورسوله الأول، ويتقسم الخمس أخماس ده في الغنيمة، وبعدين الأربع أخماس ياخدوا الجند إن كانوا متطوعين. فإن كان هو شاري سلاحه والفرس معاه، الفرس ياخد سهمين والجند ياخد سهم، واضح؟ ولو كان هو مسلح من قبل الدولة يبقى ياخد سهم واحد، دولة إيه اللي مسلحاه، لكن ما بتدلوش أجر، يبقى ياخد إيه أجره، هو إيه من الأربع أخماس، يتقسم بهذه الطريقة. لكن الوقت الجيوش أصبحت ما فيش جيوش تطوعية، كلها جيوش نظامية وبياخدوا مرتبات من ميزانية الدولة، وبالتالي لو حصل غنائم في هذا الزمان يدخل في ايه؟ في ميزانية العامة للدولة، ياخدوا منهم مرتبتهم بعد كده ومكافأتهم والحاجات دي كلها. ايوه، والمساكين وابن السبيل. ما هو الخمس دول، الخمس ده يتقسم اخماس، وفي الفيء الاربع اخماس يتقسم اخماس، فهم؟ فصل في زكاة الفطر. زكاة الفطر بيسموها زكاة الفطرة وزكاة البدن، وهي زكاة بتجب في آخر رمضان كل عام. وتجب زكاة الفطر ويقال له لها زكاة الفطرة أي الخلقة بثلاثة أشياء: الإسلام، فلا فطر على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين. يبقى يشترط الإسلام عشان تطلع زكاة فطر لازم عن مسلم. يعني لو راجل متجوز واحدة مسيحية مراته ما يطلعش زكاة فطر عنها، واضح؟
بما ان هو بينفق عليها يعني زوجته، بس ما يطلعش زكاة الفطر عنه. عنده رقيق كفار مش مسلمين، ما يطلعش زكاة الفطر عنهم. يبقى أول شرط فيها الإسلام، فلا فطرة على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين. وبغروب الوجوب الثاني، الشرط الثاني، غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. اللي يغرب عليه آخر يوم في رمضان، شمس آخر يوم في رمضان، يبقى حضر جزء من رمضان وجزء من العيد، وجبت عليه زكاة الفطر. واضح؟ يعني لو ولد قبل الغروب له مولود، وظل عايش لحد بعد الغروب بساعة وبعدين مات، وجب إخراج زكاة الفطر عليه، لأن اجتمع عليه إيه؟ جزء من رمضان وجزء من العيد. لكن لو ولد له مولود بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، اتولد له، ما عليهوش زكاة فطر، لأنه ما حضرش في رمضان لحظة، واخد بقى. لازم يجتمع عليه جزء من رمضان وجزء من إيه؟ من العيد، عشان تجب عليه. يعني لو مات قبل غروب الشمس بلحظة، خلاص ما وجبش إخراج زكاة الفطر عنه. ولو ولد بعد غروب الشمس لا يخرج زكاة الفطر عنه. لو مات بعد غروب الشمس بلحظة، وجب إخراج زكاة الفطر عنه. فهمت بقى؟ الحتة دي نقطة مهمة. يبقى وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده، زي ما وضحت لك. ثالث شرط، وجود الفضل، وهو يسار الشخص بما يفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. يعني كل ما كان عنده زيادة عن قوته في اليوم ده، وجب إخراج الزكاة عنه، عن نفسه وعمن يعول، أي يوم عيد الفطر وكذا ليلته أيضا. يبقى عشان تجب لازم يجتمع عليه جزء من رمضان وجزء من العيد. طب وقت الأداء، وقت الأداء عند الشافعية من أول رمضان لحد غروب شمس يوم العيد، ده وقت الأداء. وقت الاستحباب ليلة العيد قبل الصلاة، ده وقت الاستحباب. وقت الجواز من أول رمضان إلى غروب شمس يوم العيد، ده كل ده وقت أداء عند الشافعية. يعني لو خرج زكاة الفطر بتاعته مع أول ليلة في رمضان، برئت ذمته عند الشافعية، معلوش حاجة، لأن ده وقت أداء يجوز أن يخرج. لكن الأفضل يأخرها للعشر الأواخر، والأفضل أن تكون في آخر ليلة من رمضان، وأفضل الأفضل أن تكون قبل صلاة العيد، واخد بالك؟ ويزكي الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين. فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار، وإن وجبت نفقتهم عليه. خد بالك، يعني أنا لو بلاش، أنا واحد أوروبي أسلم، أبوه ما أسلمش ولا أمه أسلمت، كفار، لكن هو بينفق عليهم، واجب عليهم ينفق عليهم لأنهم عاجزين عن النفقة. إن عجزوا عن النفقة واجب عليهم إسلاميا شرعا أن ينفق على أبيه الكافر وعلى أمه الكافرة، لكن ما يخرجش عنهم زكاة فطر بالرغم أنهم واجب النفقة عليه. أسلم ورفض أولاده يدخلوا في الإسلام فظلوا كفار، ما زال واجب عليه أن ينفق عليهم لأنهم أولاده، ولكن لا يخرج عنهم زكاة فطر. فهمت؟ وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج، هيخرج قد إيه بقى عن كل شخص؟ صاعا من قوت بلده، صاع، الصاع 2.5 كيلو من قوت البلد، عن كل فرد صاع، عن نفسه، صاع عن زوجته، صاع عن أبنائه بعددهم، صاع عن أمه إن كان ينفق عليها، عن خادمه إن كان ينفق عليه، يحسب كم رأس ينفق عليها ويضرب في عدد الصاعان، يبقى صاعا من قوت بلده. لابد أن يكون قوتا، ما ينفعش بقى يخرجها فاكهة، ما ينفعش يخرجها هدوم، ما ينفعش يخرجها عقارات أو موبايلات أو شنط عشان دخول المدارس، ما ينفعش،
لابد قوت عند الشافعي، ولا يجوز اخراج القيمه عند الشافعي. اصل المذهب كده، الاحناف اجازوا اخراج القيمه، يشوف الصاع 2 كيلو ونص قوت ده يساوي كام بالاموال بالاوراق الماليه ويطلع هذه القيمه عند الاحناف، كويس. لكن الشافعيه لا يجيز الا قوت البلد. قوت مين؟ قوت البلد. فتشوف انت البلد في مصر قوتها ايه؟ الرز والقمح، لان القمح بيعملوا منه العيش اللي هو القوت، والرز بياكلوه بيخزنوه في البيت وياكلوا منه. يبقى ايه؟ ممكن اخراجها ارز او قمح عند المصريين. واذا وجبت الفطره على الشخص فيخرج صاعا من قوت بلده ان كان بلديا، يعني كان لبلد يعني، فان كان في البلد اقوات غلب بعضها وجب الاخراج من الغالب. ولو كان الشخص في باديه لا قوت فيها اخرج من قوت اقرب البلاد اليه. ومن لم يوسر بصاع، طب افرض هو ما يقدرش يطلع صاع عن كل واحد، يقدر يطلع نصف صاع، يبقى فاتوا مما امرتكم ما استطعتم، يطلع بقدر طاقته. ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض، وقدره أي الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي. احنا قلنا الصاع 4 أمدد والمدة تقريبا 1.25 كيلو، هو أقل من 1.25 كيلو، بس أنا بحب أقربه للأكثر لمصلحة الفقير، فممكن نقول في زكاة الفطرة الصاع يبقى 3 كيلو، كويس، على أساس 1.25 كيلو، لكن هو المدة أصلا 680 جرام. 680 جرام المد موجود، مد النبي موجود إلى الآن، موجود في المتاحف، مد النبي موجود في المتاحف إلى يومنا هذا. ايوه، في مد النبي موجود معمول على نمطه، على نمطه موجود مع أسامة السيد الأزهري، عنده مد، خده من احد المشايخ، مد النبي عنده، ممكن تاخده وتعمل قالب عليه وتعمل واحد زيه، ممكن يعني، ان شاء الله يتفق معاه. يبقى شاطر الشيخ، انا قايل له من 2 سنين هات لي واحد عامله مش طايله. بس ايه، دار الافتاء بيقولوا 2.5 كيلو، لكن انا لما حسبتها لقيتها حوالي 680 جرام او 670، لكن دار الافتاء حاليا يقول لك 2.5 كيلو. 2.42 كيلو، ما يجراش حاجه، احنا لما نخليها 3 كيلو احتياط، احتياط لمصلحه الفقير. ما على حسب لا، اذا كان كيلا يكال بالمد، واذا كان وزنا نشوف الوزن يبقى قد ايه ملئه من ماء، اللي هو كثافته 1 قد حجمه، واخد بالك، وبعدين نحسبه بالوزن. فهمت المساله؟ يعني الحاجه اللي هي وزنها قد، وزنها قد حجمها لما تبقى كثافتها 1، زي الميه يعني، لتر الميه بيساوي كيلو في الوزن لان كثافتها 1. فاذا كانت انت عايز تشوف الكيل، كيل اهل المدينة يعني، فيما يكال تكيل بالمد، طب فيما يوزن تشوف وزن المد قد ايه في الماء اللي هو كثافته 1، ويبقى هو ده تضربه في 4 الليل، واخد بال حضرتك؟ بس ما هو احنا الوقتي واخد بالك، الرز كان زمان في اجيال كثيره كان بيباع بالكيل، وبعدين دلوقتي في زماننا احنا تحول الى وزن، واخد بالك، فاصبح يباع وزنا. فهي بتحتاج على حسب، اذا كنت انت هو الاصل انك انت تشوف ايام النبي ده كان يكال ولا يوزن، فلو كان يكال تقوم تكيل بقى ايه بالمد المعروف. على اي حال الوقت حسبوه في المكاييل الشرعية الصاع من 2.5 كيلو لثلاثة كيلو، ما حدش زوده عن 3 وما حدش قلله عن 2.5.
وسبق بيان الرطل العراقي في نصاب الذروة. طيب افرض فات غروب شمس يوم العيد وما طلعش زكاة الفطر، يبقى لابد ان يطلعها لانها في ذمته، بس هتبقى قضاء، مش عشان فات اليوم خلاص يقول لك خلاص سقط عني، لا تفضل ذمته متعلقة بها فيخرجها ولو قضاء في اي وقت من السنة. واضح؟ ده عند الشافعية، ده وقت الاداء، ده مش وقت الافضل، الافضل ان يكون قبل صلاة العيد. ايوه، يعني يدخل من اول ليلة في رمضان لحد غروب شمس ليلة العيد، كل ده وقت اداء. كويس؟ ليلة العيد مش يوم العيد، اللي هو يوم العيد. يوم العيد ايوه، يعني العيد بتاعنا يوم السبت، اما تغرب الشمس بقى يوم السبت يبقى دخلنا احنا في الحد تاني يوم، يبقى فات وقت الاداء، دخلنا في القضاء بقى. لا يعني لابد ان يخرجها، واخد بالك؟ الشافعية قالوا ان هي ملحقة بيوم العيد كله، واخد بال حضرتك؟ انما احنا بنتكلم على الاضحية اللي هي ما كان قبل صلاة العيد يسموه صدقة، لو ذبح قبل صلاة العيد يسموه صدقة في الاضحية، ما تبقاش اضحية، بعد صلاة العيد تبقى هي دي الاضحية. فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز. طبعا تدفع فورا لو حل الحول، لا يجوز تأجيلها، لكن يجوز إخراجها مقدما، لكن لا يجوز إخراجها تأخيرا، يعني مجرد حل الحول وجب إخراجها على الفور لأنها خلاص تعلقت، بقيت أنت ضامن، بقيت ملك اليمين، ملك الفقير في جيبك، بحيث لو هلك مالك تضمن تخرجه. يعني افرض انك انت جنبتها، جنبت مال الزكاة ده وشلته على انك هتديه للفقير بعد يومين لانه مش موجود النهاردة، امهلك منك او سرق، انت تضمنه، يجب تخرجه تاني، مش يقول انا ذنبي ايه ما اتسرق. فهمت؟ وتدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز، في قوله تعالى في سورة التوبة: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهو ظاهر غني عن الشرح الا معرفة الاصناف المذكورة. الفقير في الزكاة تعريفه هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. الفقير اللي هو مالوش مال وكسبه لما بيجي يشتغل يكسب له جنيه في اليوم ولا 2 جنيه، وهو احتياجه 20 جنيه في اليوم، ده يعتبر فقير. يا اما مالوش مال اصلا، يا اما كسبه اللي بيجيله لا يقع موقعا من حاجته، يعني ما يسدش رمقه. طيب اما فقير العرايا من لا نقد بيده. العراية هناخدها بعد كده في ايه؟ في انواع البيوع، في ربا الفضل، ان النبي استثناها من ربا الفضل، هي فيها علة ربا الفضل. العراية اللي يبيع الرطب والعنب على الشجر خرصا بقدره تمر او زبيب بحيث لا يزيد عن 5 أوسق مراعاة للفقير، ده تعريف العراية كده. انت عارف خرصا يعني ايه؟ يعني تخمينا، تخمين يعني يبص كده على الرطب وهي على النخل، يقول الرطب اللي على النخل ده لما يتتمر ويفقد ماءه هيبقى تقريبا كذا طن مثلا، فاذا خرص بهذه الطريقة لي من حق ان انا اعطي للفقير قدره تمر، واخد بالك ازاي؟ بس في حدود ما يزيدش عن 5 أوسق اللي هو نصاب الزكاة، بالرغم ان في علة الربا وهو عدم التماثل، عدم تحقق التماثل في متحد الجنس والعلة،
لان متحد الجنس والعله لابد فيه من 3 شروط علشان تخرج من الزكاه، تخرج من الربا: التماثل والتقابض والحلول، مش كده برضو؟ طيب انا عندي التمر والرطب، دول متحد الجنس ومتحد العله، العله الطعميه والجنس العله الطعميه عله واحده، والجنس نوع واحد، ان الرطب والتمر ده نوع واحد وهو بلح، مش كده برضو؟ يبقى ما ينفعش ان انا اكيل رطب بتمر. ليه؟ لان الرطب فيه ميه غير معلومه القدر، فعلشان اتحقق التماثل لابد ان انا انتظر لما الرطب يتتمر وبيعه مثله تمر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مراعاه للفقير، الفقير بالطريقه دي مش هيعرف ياكل رطب ابدا، لان الفقير في العرايا هو الذي لا نقد عنده، ما عندوش نقد يشتري رطب، لكن عنده تمر مخزنه في البيت، فاهم؟ والعيال ولاد الفقير شايفين الرطب ماليه السوق، يا بابا عايزين رطب، يا بابا عايزين رطب. هو ما عندوش دراهم ولا دنانير يشتري، لكن عنده مخزن تمر. يقوم من حق الفقير الرسول ايه، مراعاة للفقير، انه هو يبدل التمر اللي عنده برطب خرصا في حدود ايه، ما يزيدش عن 5 أوسق، علشان الفقير كمان ياكل رطب في موسم الرطب، ما يبقاش كل اكله تمر، فهمت؟ ومراعاة للغني كمان، لان الغني كان زمان الاغنياء اللي عندهم نخل كتير يقول لك ايه، يسيب له قد 10 نخلات ولا 20 نخلة كده في النخل بتوعه، يقول لك دول للفقراء، كويس؟ فالفقراء بقى يعرفوا ان 10 نخلات دول بتوعهم رايحين جايين في البستان كل يوم بياخد. قلقين الراجل، الراجل عارف يراعي نخله ولا في نفس الوقت ايه قادر يطردهم، علشان هو ابوه معود الناس على كده من زمان، فخايف يطردهم ياخد شؤم منع الصدقه، وفي نفس الوقت لما بيسيبهم مبوظين له الايه البستان بتاعه، داخلين طالعين طول النهار ايه بناخد من نخلنا، مش انتوا بتدوا لنا صدقه، فاهم؟ يقوم يعمل ايه الغني عشان يخرج من المأزق ده، يقول لهم تعال اقعدوا هنا، يجيب واحد خارس يخرس، الخارس ده يبص له في النخل ده بتاع الفقراء، الرطب دي لو تحولت لتمر تبقى كام كيله؟ يقول له كذا كيله، يقول لهم روحوا على المخزن خلاص ادوهم المتمر، تخشوش هنا تاني، يقوم يستريح منهم، فهمت بقى؟ يبقى ايه، ارفاقا بالغني فلا يقطع عادته، وارفاقا بالفقير، كل ده رعاه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده النبي له التصريف في التشريع، بالرغم ان فيها علة الربا الا ان النبي اباح. تقول لي النبي اباح الربا؟ اباح الربا في حدود 5 أوسق ارفاقا بالفقير والغني، يبقى النبي له التصريف في التشريع اهو، مع ان فيها علة ربا الفضل، فهمت المسألة؟ ففقير العرايا ده مش من جنس الناس اللي ياخدوا في الايه، اللي ياخدوا في الزكاة، لان فقير العرايا معهوش سيولة، لكن ممكن يبقى غني وعنده ايه، وعنده أراضي بس معهوش سيولة، وعنده في المخزن بتاعه أطعمة كتيرة. ففقير العرايا مش مقصود في باب الزكاة، فما ياخدش الزكاة ده، فهمت المسألة بقى؟ عشان كده بيقول لك ايه، أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده، وقد يكون غنيا فده ما ياخدش من الزكاة، لكن ياخد في العرايا، فهمت بقى المسألة؟ والمسكين، ايه الفرق بين الفقير والمسكين؟ المسكين من قدر على مال او كسب يقع كل منهما موقعا من كفاياته ولا يكفيه. يعني هو بيحتاج كل يوم 20 جنيه بيشتغل طول اليوم ب 15 جنيه يبقى هو عنده عجز 5 جنيه، هو ده يبقى مسكين، فهمت؟ يعني بيجيب مال معقول كويس 3/4 حاجته بمجهوده، لكن باقي له ربع حاجته محتاج سندة كده تساعده، يبقى ده اسمه مسكين. فالمسكين أحسن حالا من الفقير عند الشافعية، عكس الملكية. الملكية عندهم المسكين أشد فقرا من إيه؟ من الفقير عند الملكية في التعريف، لكن الاثنين من مصارف الزكاة. طيب هنعطي الفقير والمسكين من الزكاة قد إيه؟ خد بالك،
نعطي للفقير والمسكين من الزكاة كفاية عمره، واخد بالك؟ الغالب حتى دي الناس مش واخدة بالها منها، مهمة ليه؟ عشان نخلص من الفقراء بعد كم سنة ما يبقاش عندنا فقير. يعني أنا عندي فقراء، المفروض أصل إيه الزكاة دي بيجمعها الحاكم، حاكم المسلمين يجمع الزكاة، بقى عنده مليارات من أموال الزكاة، يشوف الفقراء اللي عنده والمساكين، يعطي لكل فقير ومسكين كفاية عمره، اللي كان فيه عمره الغالب، العمر الغالب اللي هو إيه؟ 60 سنة مثلا، 63، مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غالب عمر أمتي بين 60 و70؟ يبقى إيه؟ الرجل ده فقير عنده 40 سنة، كويس؟ عشان يعيش لحد 65 محتاج 25 سنة، بيحتاج في اليوم 50 جنيه، 50 جنيه في 30 عشان نعرف في الشهر 1500، نضرب 1500 في 12 في 25 يطلع مثلا 1,000,000 جنيه، كويس؟ اروح مدي للفقير ده 1,000,000 جنيه اللي هو ايه؟ حولته الغني، ما يجيش المره الجايه يقف في الطابور، خلاص خلصنا منه، فهمت؟ والمسكين كذلك. ها ملناش دعوه بقى، انا اصلا مش هحجر عليه، انا هديله غالب قوته، هو بقى يعمل مشروع تجاري، يشتري اذا كان راجل صانع وما عندوش امكانيات يشتغل يفتح ورش، راجل نجار بس ما عندوش خشب يعمل حاجه، هياخد 1,000,000 جنيه يعمل ورشه حلوه ويشتغل ويبقى راجل تمام. اذا كان راجل مثلا زارع بيعرف يزرع، هيشتري حته ارض ويقعد يزرعها، واخد بالك؟ كل واحد اذا كان هو راجل تاجر هياخد 1,000,000 جنيه دي، يشيل شويه يصرف منها وشويه يجيب بضاعه ويبتدي يتاجر ويقلب المال ويغتني. اذا كان راجل بيعرف يسوق هيجيب لك عربيتين ثلاثه تاكس ويشغلهم ويعيش مبسوط، يبقى انت حولته الى ايه؟ الى انسان غني. ادي عشان كده ده يفهمك ليه سيدنا عمر بن عبد العزيز لما طلعوا الزكاة في عصره بالطريقه دي، بعد 3 سنين يدوروا على فقير مش لاقيين، خلص، فاهم؟ خلصوا الفقراء. لكن انت لما بتطلع الزكاة بالطريقه بتاعتنا دي يفضل الفقير فقير لحد ما يموت، ويزداد عددا، الفقير يزداد فقرا ويزداد عددا. ليه؟ لان احنا بنطلعها على مستوى الافراد مش على مستوى الحكومه، فالحكومه المفروض تعمل مشروع جمع الزكاه من الناس وتعمل لها ميزانيه لوحدها، تقوم ساعتها تنشل الناس من الفقر الى الغنى، خدت بالك ازاي؟ دي نقطه مهمه. يبقى يعطى الفقير كفايه عمره، لدرجه ان بهذا المفهوم ان ممكن يبقى واحد بيطلع زكاة وياخد زكاة، فهمت؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي 25 سنة عمري وعندي 30,000 جنيه في البنك، انا هنا هطلع زكاة، لكن لو قسمت 30,000 جنيه دي على بقية عمري ما تكفنيش، صح؟ ده نصرفهم في 3 سنين وبقيت العمر ما معيش اي مال، صح ولا لا؟ يبقى النوع ده ياخد زكاة ويطلع زكاة، يقوم يجي الحاكم يديله زكاة تكفيه بقية عمره ويطلع الزكاة بال30,000. فهمت بقى الصورة دي؟ يبقى ممكن الإنسان يبقى من أهل الزكاة عطاء وأخذا في آن واحد، وهو الذي عنده نصاب من المال وجبت فيه الزكاة ولكن لا يكفيه غالب عمره لو قسم على حاجته، هذا النوع يحتاج، ودي حتة دقيقة تاخد بالك منها لو فهمنا والحكام فهموا يعني فلسفة أو حكمة، كان زمان العلماء يقولك حكمة كذا، زمان نحن نقولك فلسفة الزكاة، حكمة الزكاة أحلى، وإن كان بمعنى الفلسفة برضه، حكمة إعطاء الزكاة إنك أنت تغني الفقير، تطلعه من فقره إلى غناء الغنى، فتحوله إلى غني، بعد سنة هو نفسه هيدفع زكاة، هتلاقي باستمرار مال الزكاة بيزيد، لأن اللي بيعطوا الزكاة بيزدادوا عددهم، واللي بياخدوا الزكاة عددهم بيقل، فهمت؟ طيب احنا عندنا الفقراء والمساكين وثالث نوع والعاملين عليه، والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها. العاملين على الزكاة
ياخدوا مرتباتهم من الزكاة اللي بيجبوها الموظفين على الزكاة، بحيث لا تزيد المرتبات عن ثمن المحصل، لأنهم يمثلوا ثمن مخارج مصارف، فما ياخدوش أكتر من الثمن. فإن كانت مرتباتهم تزيد عن الثمن تقوم بإيه؟ ميزانية العامة للدولة توفر الباقي، لكن ما تاخدهاش من مال الزكاة، تاخد مرتبات من مال الزكاة تمنها، كفت العاملين عليها خير وبركة، ما كفتش العاملين عليها تقوم إيه؟ تديهم دعم من الميزانية العامة للدولة. فهمت المسألة؟ ما ياخدوش أكتر من الثمن. طيب النوع الرابع، والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم دول أربع أقسام، ركز معايا وخد بالك من الحاجات دي لأن قل من يفهمها في هذا العصر. المؤلفة قلوبهم أربعة أقسام، لازم يكونوا كلهم مسلمين. عندنا احنا في غير باب الزكاة المؤلفة قلوبهم خمس أنواع، في باب الزكاة أربعة بس، خرجنا الكفار لأن في نوع خامس وهو الكافر المؤلفة قلوبهم، إن احنا نديله مال مقابل إنه ما يغزوش المسلمين. ده نوع من تأليف القلوب. افرض في دولة جنبنا كفار وهم أقوى مننا عسكريا وخايفين إن يغريهم قوتهم إنهم يغيروا على بلادنا، نقوم ممكن نديهم ضريبة سنوية مقابل إيه؟ مقابل إنهم لا يغزوا بلاد المسلمين، زي ما كان سيدنا الأمويين كان بيدوا للرومان في أوروبا 100,000 دينار سنويا عدة سنوات عشان ما يغزوهمش أيام الدولة الأموية، واخد بالك على الحدود. فده نوع من تأليف القلوب للكافر، بس 100,000 دينار دي ما تبقاش من أموال الزكاة، لأن أموال الزكاة لازم لمسلم، ما تنفعش الكافر، تبقى من الميزانية العامة للدولة. ليه؟ لأن أنا مدفع له 100,000 دينار أوفر من أجهز الجيوش ودافع عن البلاد. فهمت إزاي؟ تبقى تشبه الجزية لما المسلمين يكونوا أقوى. المسلمين لما بيبقوا أقوى بيخلوا اللي حواليهم يدفعوا جزية، مقابل الجزية دي إيه؟ إننا ندافع عن بلادهم وما نغزهمش. فهمتني إزاي؟ طيب العكس بقى، لو المسلمين أضعف يدفعوا مقابل ان هم ما يغزوهمش ويسيبهم في امور دينهم ما حدش يقلقهم. فهمتني ازاي؟ دي علاقات دوليه. ده نوع من التاليف القلوب بس للكافر، لا يؤخذ هذا المال من اموال الزكاه لانه كافر، لكن يؤخذ من الميزانيه العامه للدوله اذا كان قدرها الحاكم ان دفعها اوفر للمسلمين من محاربتهم. واضح؟ يعني افرض محاربتهم هتكلف المسلمين مليارات، لكن هم لو خدوا 10 مليون هيكفوا عننا، خد العشرة مليون سهل. فهمت بقى المسألة؟ لا، هي فيها حقن دماء مش هوان، فيها حقن دماء. هذه المسألة لحقن الدماء، لأن إراقة الدماء ليست هي هدف المسلم في حياته، بل هدف المسلم هو حقن الدماء أساسا. واضح؟ الهوان انك انت تتنازل عن دينك، انت مش هتتنازل عن دينك، انت بتديله دنيا مقابل انك تحافظ على دينك، دي اسمها مداراة. واخد بالك؟ المداراة هي ايه؟ بذل دنياك من اجل دينك، والمداهنة بذل دينك من اجل دنياك، وده حرام. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا من أجل الحفاظ على الدين، إنما المداهنة بذل الدين من أجل المحافظة على الدنيا، يعني يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا. النبي قال كده. فهمت بقى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم، من باب المداراة. واضح؟ يقول لك دارهم ما دمت في دارهم، مش كده؟ طيب المؤلفة قلوبهم أربعة أقسام في باب الزكاة، خد بالك، إنما باب السياسة العامة هيخش معاهم نوع خامس في باب السياسة العامة، إنما باب الزكاة أربعة بس عشان هناخد المسلمين بس المؤلفة قلوبهم من المسلمين. أحدها
مؤلفة المسلمين، وهو من أسلم ونيته ضعيفة، إسلامه ضعيف، راجل دخل في الإسلام وعلى حرف، وأسرته معدياه وفقد وظيفته، لو سبته وما ساعدتوش هيكفر تاني ويرجع لدينه، في حين أنك أنت لو يسرت له عمل ويسرت له مأوى وسكن واديته مال يكفيه لحد ما يقف على رجليه هيثبت في الإسلام حتى يذوق حلاوة الإيمان. فالنوع ده تديله من الزكاة، اللي هو إيه؟ مسلمين أسلم حديث إسلام ونيته ضعيفة، فيتألف بدفع الزكاة له، زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم للطلقاء اللي أسلموا حديثا في غزوة حنين، إدى لنا 100 ناقة وإدى 200 ناقة وإدى ما بين جبلين غنم، فكان بإسلام دول أسلم عليهم آلاف بعدهم لأنهم كانوا قوات في عصره، فهم؟ وأحدهم كان يقول ما زال النبي يعطيني وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي، يعني زود الإيمان في قلبه بعطاء الدنيا، فهمت؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إيه؟ أمن أجل لعاعة من لعاعات الدنيا أتألف بها قلوب قوم حديث عهد بإسلام ووكلتكم أنتم لإسلامكم، تقولون ذلك ماذا لو ذهب الناس بالشاة والرعاء وذهبتم أنتم برسول الله بين رحالكم، فبكوا. القصة معروفة في حنين. يبقى النبي كان يفعل هذا، كويس؟ يبقى إيه أول نوع؟ اللي هو إسلام واحد حديث إسلام ونيته ضعيفة ومحتاج ما يثبته، فتديله ده من أموال الزكاة. بقية الأقسام مذكورة في المبسوطات، اللي هي إيه؟ التاني مسلم نيته قوية، إيمانه قوي، لكن زعيم في قومه، فده لو استرديته ثباته في الدين يدخل بقية قومه في الإسلام أو مديله، لأنه هو لما يبقى شريف في قومه لما أعطيه هيعطي القوم أموال، تقوم الناس تحبه، تقوم تدخل الإسلام على إيه؟ على حسه، لأن جبلت القلوب إيه؟ على حب من أحسن إليها، مش كده برضو؟ فلما يبقى الراجل ده مسلم حسن الإسلام ولكنه كمان شريف في قومه، فلو أعطيته أنا وأجزلت له العطاء ويكسر المال في إيده هينفق على قومه، يوم قومه يدخلوا الإسلام بإسلامه، يبقى النوع ده ياخد، واخد بالك برضو؟ طيب، ونوع تاني، واحد مسلم وشريف ومحترم وعلى الحدود بينه وبين الكفار، يعني على أطراف بلاد المسلمين، فلما يجي الكفار يغزوا البلاد المسلمين أول ما يغزوا من جهته، فالنوع ده اللي هو بيكفينا ما يليه من الكفار نديله، ليه؟ علشان يبقى عنده استعداد كافي بحيث يقدر يواجه الكفار لأنه ده على الحدود معاهم، فنديله من مال الزكاة علشان بيكفينا ما يليه من الكفار، واضح؟ لأنه ده على أطراف بلاد المسلمين، فلازم يكون على أطراف بلاد المسلمين عنده استعدادات جامدة، والاستعدادات دي تكلفه كتير، فلازم أساعده على هذا وأثبته فأعطيه، كويس؟ وفي نوع ثالث، الرابع بقى الأخير، اللي هو واحد يكفينا شر مانع الزكاة، يعني واحد مسلم حاكم في مكانه وهو غني وكل حاجة وبيحكم مسلمين، لكن لو ما ادينالوش أموال مش هيعرف يجبي الزكاة من قومه كويس، لأنه جباية الزكاة دي محتاجة عمال ومحتاجة مصاريف ومحتاجة، فنديله ما يعينه على أنه هو يجمع لنا الزكاة من قومه حتى لا يمنعه الزكاة، كويس؟ طب افرض بلاد المسلمين عندها الجيوش قوية وتقدر تجيش الجيوش في أي وقت وتمنع مانع الزكاة وتمنع الكفار اللي هم يلونا انهم يدخلوا بلادنا، ما نديش للأطراف خلاص، كوفينا هم الكفار لأن ميزانية الدولة العامة للجيوش قوية، فيبقى مش محتاجين النوعين دول نديهم من الزكاة، واضح؟ دول الايه الثلاث أنواع الباقيين من الأربعة كلهم مسلمين، أنا رأيي أن يدخل فيهم نوع تاني حديث في عصرنا الحديث.
وهو أصحاب الأفكار الدخيلة في وسط المسلمين من المسلمين اللي يسيئوا للإسلام بنشر أفكار مغلوطة عن الإسلام، كالمسلمين الذين نشأوا في بلاد الكفار فتثقفوا ثقافة الغرب وهم مسلمون يصلون، نسميهم الوقت ليبراليين في العصر بتاعنا، ويعمل جريدة ويبتدي يهجم ويهاجم بعض أحكام الإسلام بسبب سوء فهمه، مش بسبب سوء الأحكام، بسبب سوء فهمه للأحكام، فيعرضها في صورة مغلوطة ويثير الشبهات حول هذا الدين من خلال جرائد، من خلال قنوات فضائية، من خلال أفلام بيعملها، لأنه هو نشط في هذا وبيجد أنه هو بيجمع مال من هذا الطريق، وده موجود كثير الآن. وخباك هذا النوع يفضل أن احنا نعتبره من المؤلفة قلوبهم، أننا إذا كنت بتعمل كده عشان مال احنا نديك مال لحد ما يستكن الإيمان في قلبك وتعرف أن ما تقوله أنت حقائق هي شبهات مردود عليها، فلا تثيرها وتغير قلوب الناس. كويس، فده النوع ده يدخل في زماننا ده. برضو دول إذا كان هو بيعمل كده علشان عنده جريدة وعايز ينشرها، إذا كان بيعمل كده عشان عنده قناة عايز يكتر اللي بيتفرجوا عليها علشان يثير الإثارة، لأن الإثارة بتكون سبب في كثرة المتفرجين، وكثرة المتفرجين سبب لكثرة الدعاية والإعلانات، يعني زيادة لدخل القناة، مش كده؟ فإذا كانت المسألة هو ده الدافع، نقوم إيه؟ إذا كان الدافع هو المال نديله مال وبلاش كده. إذا كان الدافع جهل يقوم إيه؟ العلماء المسلمين يعملوا محاضرات مع هؤلاء الناس ويزيلوا ما عندهم من شبهات ويحللهم إشكاليتهم. إذا كان الهدف هي مجرد أفكار مش هدفه جمع مال، يبقى إذا كان هدفه جمع مال يبقى يدخل في المؤلفة قلوب. فهمتني بقى إزاي؟ نريح ندي له أنت الجريدة بتاعتك يا سيدي لما بتعمل كده بتجيب لك كام؟ يقول لك بتجيب لي 20,000 جنيه في الشهر، هندي لك 25,000 في الشهر. واكتب بقى، خليك صادق في الأخبار بتاعتك، ما تهتمش بأنك أنت هتبيع قد إيه، المهم تبقى المكتوب صح ولا تنشر الأكاذيب، وإحنا نكفيك ما أهمك من معايشك، ولادك هندخلهم المدارس ببلاش، أنت تأمين صحي ببلاش، عايز شقة تسكن فيها هنديك شقة فخمة، كل ده منين؟ من أموال الزكاة. فهمتني إزاي؟ إذا كان هدفه المال فده نوع برضو يدخل، بس ده محتاج فقه حديث عشان تقدر تدخله في وسط المؤلفة قلوب. طيب، وبعد كده في سبيل الله. وأما في سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة. احنا عندنا الغزاة دول اللي هم الجيوش المسلمين نوعين، ناس متطوعة على حسابها وناس مرتزقة يعني بتاخد مرتبات، واخد بالك؟ في الرقاب احنا لسه او الغارم احنا لسه. طيب خلاص، وفي الرقاب، الرقاب اللي هم ايه؟ مش موجود دلوقتي. الرقاب اللي هم عشان تشتري عبيد وارقاء وتعتقهم، او تشوف المكاتب العبيد المكاتبين اللي هو يتشوف للحرية وعليه أقساط، ادفع له أقساطه وعجل بإيه؟ بتحريره من أموال الزكاة، يبقى ده في الرقاب. كويس؟ وده النوع ده مش هيبقى موجود دلوقتي في زماننا. ما هيجي الغارمين؟ هيجي الغارم، الغارم ده المديون. هيجي بقى إيه الغارم؟ لا، الكفيل ده ما بتبقاش انت عبد عنده، ده نوع من الجوار، لكن مش عبودية هي، يعني هو لا يملكك، لا يستطيع ان يبيعك ولا انت تشتري نفسك منه. فهمت؟ دي علاقة اصلا بين واحد مواطن في مكان يقدر يجلب مواطنين اخرين وتحت ايه؟ رعايته، بحيث لما دول يعملوا مشكلة الحكومة تقدر توصل للكفيل بتاعهم عشان يجيب لهم دول، يبقى مسؤول عنهم، مقابل مسؤوليته عنهم بياخد منهم مقابل جزء من مرتباته. فده نظام حديث زي نظام الجوار في الجاهلية زمان، أصبح اللي هو الكفالة الآن. كان زمان كان يقول لك فلان عايش في جوار فلان، مش بتقرأ كده في كتب السيرة، أو الجوار ده أصبح هي الكفالة الآن، نوع من الكفالة. كان زمان الجوار شهامة، أصبحت الآن الكفالة في زماننا بالمال،
واخد بالك؟ علشان الناس بقت تحب المال. لا ده بيبيع هنا، مش بيبيع اللاعب نفسه، ده بيبيع خبرته، مش رقيق، ده عقد عمل، ده مش رق. احنا بنتكلم الرقيق اللي هو ايه يعني، عبد بيبيع غير موجود له. والغارم على ثلاثة أقسام برضو، الغارمين اللي هو المدينين، أحدها أو الواحد من استدان دينا لتسكين فتنة بين الطائفتين في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل ديته بسبب ذلك فيقضى دينه من سهم الغارمين غنيا كان أو فقير. يبقى الغارم أول نوع استدان لإصلاح ذات البين في أسرتين بينهم وبين بعض فساد بين، يعني لدرجة أنهم هيقتلوا بعض، بتحصل في الصعيد كتير، يوم هو يتحمل من ماله دية قتيل أحد الأسرتين دول مقابل أن يوقف الثأر، يقول لهم يا جماعة إذا كنتوا أنتوا زعلانين عشان اتقتل أنا هديكم 1,000,000 جنيه دية هذا القتيل، بس ما تعملوش إيه ثأر وكل شوية واحد يقتل واحد من كل أسرة، عايزين نبطل الحكايه، نعمل صلح ودية القتيل ده انا هتحملها. فتحملها فدفعها فصار غارما، وافقوا الحمد لله واصطلح، وراح دافع هو 1,000,000 جنيه استلفهم. فده بقى ايه، يجي بيت مال المسلمين يديله لانه غرم من اجل ايه، من اجل الاصلاح ذات البين، فهمت؟ ده اول نوع من الغارمين. ما احنا عايزين نعمل كده، عايزين نعمل كده فعلا. والمفروض الإخوان أول ما كانوا يمسكوا مصر كانوا يعملوا كده، مشروع جمع الزكاة بطريقة حكومية ويتعمل بيت، وهو الأزهر عنده المشروع في الأدراج أصلاً معمول ده من زمان بقاله سنين، بس مش لاقي إيه أحكام في الدستور، يعني شوف الدستور فيه كم مادة، ما فكروش يعملوا فيه مادة تجمع الزكاة بمعرفة الحكومة، واخد بالك ازاي؟ مع ان الموضوع ده موجود في ادراج الازهر عند الشيخ الازهر بقاله سنوات طويله من ايام الشيخ عبد الحليم محمود، واخد بالك؟ لا الضرائب غير الزكاه، لا الزكاه ليها مصاريفها وبتؤخذ بنسبه معينه ومال معين ليها نظام، والناس مش هتتهرب منها علشان عباده، ونبطل بقى دفع الزكاه على مستوى الافراد، لان دفع الزكاه على مستوى الافراد بيخلي الفقير يظل فقير، انما لو اجتمعت من كل مصر، تصور انت مصر فيها كام واحد ملياردير؟ كتير، المليار زكاته 25,000,000 جنيه المليار الواحد في السنة، فتصور انت هيبقى بيت مال المسلمين الزكاة ده يمكن يفوق ميزانية العامة للدولة، واخد بالك؟ ساعتها بقى نحل التعليم، مشكلة التعليم، ونحل التأمين الصحي، ونحل حاجات كتيرة، ونقدر بقى ندي فعلا للفقير ما يغنيه، مش يجي لك الفقير تدي له ورقه ب 50 جنيه وتقول له ربنا يسهلك، هيجي لك بعد سنه تدي له 50 جنيه، ما ال 50 جنيه هيصرفها، لا ما تجيبش كيلو لحمه. ما تجيبلوش كيلو لحمه حتى في يوم واحد، ويفضل فقير بعد كده برضه. فمش هي دي الحل. فربنا يعلمنا. يبقى اول نوع من الغارمين من استدان دينا لتسكين فتنه بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل ديته بسبب ذلك. فيقضى دينه من سهم الغارمين غنيا كان أو فقيرا، طالما إيه أنفق هذا في إيه، في الإصلاح ذات البين. طيب، وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدين عليه. طب افرض هو أداه من ماله، راجل غني وما استدانش، ما نديلوش بقى، جزاه الله خير، ربنا يديله في الآخر، فهمت؟ يعني هو صحيح تحمل الدية ودفعها 1,000,000، بس هو الراجل عنده مليارات، خلاص كتر خيرك جزاك الله خير، فهمت؟ لكن هو الراجل هنا الصورة اللي هي بياخد في ايه، انه هو استدان عشان يجمع 1,000,000 جنيه ويدفعها ويهدي المسألة، يبقى ساعتها ياخد. فإن أداه من مالي أو دفعه ابتداء لم يعطى من سهم الغارمين. وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات نوعين الباقيين، من استدان لنفسه أو عياله، النوع الثاني من استدان لنفسه أو عياله في مباح، خلاص، أو صرفه في معصية، يعني واستدان من أجل مباح علشان ينفق على عياله، فأم لما خد الدين ده صرفه في معصية، شرب بيه سجاير وحشيش،
فهمت؟ فأصبح غارم. فهمت؟ يبقى من استدان لنفسي أو عيالي في مباح وإن صرفه في معصية يبقى برضو ياخد، أو تداين. طب افرض استدان من أجل معصية لكن صرفه في مباح، استدان علشان يلعب قمار فخد الدين ده علشان يقولك عوض اللي خسرته في القمار. ما هو ساعات يفكروا كده بتوع القمار دول، بمقاوم أصله زنخ، واللي بيفكر كده عمره ما بيكسب، يفضل طول عمره كده. المهم هو بقى تفكيره كده، مخه مقلوب. ألما أخد قرض من البنك 20-30 ألف جنيه علشان ألعب بيهم قمار أعوض المليون جنيه اللي أنا خسرته في القمار، يعني بيستدين من أجل معصية. فلما خد 30 ألف دول خرج لا أمه هتعمل عملية ومحتاجاهم، راح اداهم لأمه وصرفها عليها العملية، فصرفها في مباح أو واجب، لكن هو استدان. ده ياخد برضه. لا كل ده استدان لنفسه. ما هو استدان لنفسه إما من أجل مباح وصرفه في معصية، أو من أجل معصية وصرفه في إيه؟ في مباح. أو افرض صرفه في المعصية بتاع الأمار ده واستدان تاني وتاب إلى الله وحسنت توبته، نقضي ديونه ونقول له توب إلى الله ما تعملش كده تاني ونديه. واضح؟ طيب كل ده تداين لنفسه. طيب في نوع ثالث بقى من الغارمين، من تداين من أجل غيره لضمان. يعني أنت مثلا جاء صاحبك قال لك إيه، أنا هشتري عربية بالتقسيط والبنك بيشترط واحد يضمني، فجيت أنت رحت ضمنه، جاء هو عجز عن دفع الأقساط، فهمت؟ يقوم البنك يعمل إيه؟ يدور على الضامن، فتلاقي نفسك أنت إيه؟ الضامن غارم، فتغرم. فالنوع ده يدفع له من الزكاة. إن كان هذا الضامن لا يستطيع دفع ما ضمنه لأنه فقير أصلا، أو كان بإذن الأصيل. لكن لو من غير إذن الأصيل ما لناش دعوة، أنت اللي تطوعت في مسألة تحمل بقى مسؤوليتك، فهم؟ يبقى لابد أن يكون الضمان بإذن الأصيل، وأن يعجز الأصيل عن الدفع، وأن يعجز الضامن عن الدفع. في الحالة دي يدي فعله بالشروط دي كلها، فهم؟ من تداين لضمان خلاص، وكان ضمن بإذن الأصيل وقد أعسر هو والأصيل، في الحالة دي ياخد. غير الشروط دي يبقى مش هياخد. يعني افرض ان انا ضمنته في اقساط السيارة وعندي امكانيات ان انا ادفع هذا، خلاص ما اخدش انا من باب الزكاة، ادفع بقى من فلوسي عشان انا اللي ضمنت، وبعد كده لما يزول عسر الاصيل يبقى يسدد لنا بدل ما يسدد للبنك. فهمت بقى؟ بس طبعا يبقى قابلني في المشمش، بقينا في زمن دلوقتي اللي بياخد حاجة ما بيسددهاش، يعني ان شاء الله يوم القيامة بإذن الله ان شاء الله تاخدها ثواب. طيب وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوعون بالجهاد. يبقى الجيش نوعين، تطوع متطوع، ده ياخد من أموال الزكاة عشان نجهزه وننفق على أسرته لحد ما يجي من الغزو كمان، يعني ننفق على، أنت بتكلف أسرتك كل شهر كام؟ 3000 جنيه مثلا، وهتروح تغزو متطوعا مش بتاخد أجر، يوم بيت مال المسلمين يتكفل يدفع لأسرتك 3000 جنيه كل شهر لحين ما تيجي أنت من الغزو. ومش كده وبس، وكمان يكلفك يجيب لك سلاح تروح تقاتل بيه، ويجيب لك مثلا إيه أموال تقدر تاكل منها طول فترة الغزو. كل ده من سبيل إذا كنت متطوع، إنما لو كنت تابع الجيش النظامي خلاص انت مالكش دعوه، انت بتاخد مرتب واكلك وشربك تبع الجيش ولبسك تبع الجيش وسلاحك تبع الجيش، كل ده من الميزانيه العامه للدوله. واضح؟ افرض ان الغازي ده المتطوع ده
دون اسمه في الغزاة وأدرجوه في أسماء من تجب عليهم الزكاة، وحيطلعوا لأسرته 3000 جنيه كل شهر. ثم بان له ألا يغزو، وجب عليه أن يرد ما أخذ. واخد بالك؟ فهمت بقى المسألة؟ لأنه واخدها من أجل أنه يغزو فلم يغزو. طب افرض أنه هو الحمد لله غزا ومراته كانت شاطرة، بقت توفر من 3000 جنيه كل شهر دي 500، فغاب 6 شهور في 500، ادي كام؟ 3000 جنيه يرجع يرجعهم. فهمت ازاي؟ يعني لو فاض من الاموال الغزو اللي خدها تعد، وجب عليه ادائها لبيت مال المسلم. فهمت المساله دي؟ كل دي مسائل مهمه تاخد بالك منها. يبقى اللي في سبيل الله في ابواب الزكاه هو في من اجل الغزاه. الوقت توسعوا بعض الفقهاء خلافا لايه للمذاهب القديمه، وقالوا اللي في سبيل الله يدخل فيه المدارس والمستشفيات، واخد بالك ازاي، والملاجئ ودور اليتامى، كل ده يدخل في سبيل الله، لان الوقت ما بقاش فيه غزو متطوع واصبحت كل الجيوش نظاميه، فما فيش الغازي المتطوع، فنحط محلها ده. واضح؟ فبعض العلماء اجاز ذلك في هذا العصر يعني. لكن لا يدخل ممكن، بس هو يعمل دور ايتام، دور ايتام دي تبقى في سبيل الله يأويهم، لكن الفقير ما بياخدش دار، ده بياخد مال. فهمتني؟ او يبني مستشفى، دي من ايه؟ من في سبيل الله. لكن ما الفقير ما بياخدش مستشفى، ياخد مال وهكذا. الفلوس اللي خدها من اجل الغزو وبقيت منه، لا اللي استهلكه خلاص، ولو بقي يبقى في ذمته عليه رده ما تبقى عنده. يبقى يرد ما اخذ ان لم يغزو او ما فضل منه بعد الغزو. فهم؟ يرد ما اخذ ان لم يغزو، يرد بالكامل، او ما فضل منه بعد الغزو ان فضل. فهمت المساله؟ لا، ما احنا مش هنديله على فكره في فتره الغزو بقيه عمره، نديله لحد ما يرجع. اللي بنديله فتره عمره ده الفقير والمسكين، لكن الغارم لا، الغارم بنسد دينه وخلاص. الغزاه برضه بنديله ما يكفي في الغزو ويرجع. ابن السبيل نديله ما يوصله لبلده، انما اللي بديله ما يغنيه فتره عمره هو المسكين والفقير بس. فهم؟ وأما ابن السبيل فهو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة أو يكون مجتازا ببلدها ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية بسفره. طيب، يبقى لابد أن يكون محتاج ابن السبيل ده، وأنه لا يعصي بسفره، يعني مش سفر معصية، مش مسافر علشان يقتل مسلم، مش مسافر علشان يعمل فساد في بلاد المسلمين، لا، ده مسافر علشان يعمل أمر مباح أو أمر واجب أو أمر مستحب أو حتى أمر مكروه، يتفسح. تفسح كده بلا طب أنت جاي تتفسح وأنت أصلا ما عادش فلوس. فهمت إزاي؟ ممكن بقى في زماننا إحنا تديله قلمين. لا، ما تديلوش قلمين، رجعه بلده وتقول له ما تعملش كده تاني. فهمت؟ لكن لو جاي يعمل فساد في بلاد المسلمين، يبقى ده جاي بيعصب سفره، يبقى ده ساعتها ما ندلوش من اموال الزكاه. لكن على فكره نرجعه بلده بس من مطلق مال المسلمين، مش من اموال الزكاه، بس برضه نرجعه بلده من باب التكافل، لكن مش من اموال الزكاه. مش معناه كده نرميه يعني، لا مش هنرميه برضه، يعني هو مش هيضيع في اي حال، لكن احنا بنتكلم ان اموال الزكاه دي ليها مصارف معينه، فلو ملوش مصرف من جهه الزكاه يجي له مصرف من جهه التكافل بتاع المسلمين العادي. الميزانية العامة للدولة بقى تكفل كل واحد جايب بتأشيرة دخول وعجز عن العودة البلدي انها ترجعه البلد، الحكومة مسؤولة عن هذا. فهم؟ اللي يسموه يقولك رحلناه، نظام الترحيل،
نظام الترحيل اللي معمول في الدول دلوقتي ايه؟ بيبقى على حسابهم، على حساب الحكومات، علشان تخلص من الناس اللي قاعدين بطريقة غير قانونية، فهمت؟ فده بيرحلوه، يعني هو ده نظام ابن سبيل برضه، لكن ما يكونش من أموال الزكاة لو كان عاصي بسفره، خدت بالك؟ طيب لو كان لغير غرض صحيح، يعني مسافر كده، يسموه ايه في كتب الفقه ده اللي لغير غرض صحيح؟ يسموه كالهائم، الهائم، يعني ماشي من بلاد الله لخلق الله، زي ايه؟ عقلة الصباع كده، يقول لك ماشي من بلاد الله. والشاطر حسن في القصص بتاعتنا بتاعت الاطفال يقول لك ماشي من بلاد الله لخلق الله، يعني ملوش وجهة معينة. ده اسمه هائم برضو. الهائم ده واخد بالك ما ياخدش من اموال الزكاة، واضح؟ لكن ياخد من اموال اخرى، من جهة اخرى، لكن ما ياخدش من اموال الزكاة. وقوله وإلى من يوجد منهم، أي الأصناف، في إشارة إلى أنه إذا فقد بعض الأصناف ووجد البعض، لمن وجد؟ فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم. يبقى الحاكم بينفق على الأصناف الموجودة. افرض إحنا في زمن ما فيش مؤلفة قلوب، خلاص مش هينفق على مؤلفة قلوب، يشيل. ما فيش فقراء، لكن في مساكين، يدي للمساكين. ما فيش ابن سبيل، ما فيش غارمين، يبقى متشالة لحد ما يوجد الأصناف، واخد بالك؟ يعني ينفقها على الأصناف الموجودة، واخد بالك؟ مش موجود أي صنف، يشالها ببيت مال المسلمين ويستثمرها لحين ما يوجد أحد الأصناف، فاهم؟ كل دي مسؤولية الحاكم. لا، يسرفها كلها لو محتاجين، لو استوعبت كل، لان هي هتتجدد، هتديله كل سنه. طالما يقسمها بقى على حسب الحاجه برضو، على حسب حاجه كل صنف، يعني عندي الفقراء اكتر من ابن السبيل بكتير، فاخلي نصيب الفقراء اكتر شويه. عند الشافعيه لابد ان هو يستوعب الاصناف الموجوده كلها، الحاكم لابد ان يستوعب جميع الاصناف. عند المالكية يجوز للحاكم اختيار صنف أو صنفان، واخد بالك؟ إذا وجد أن المصلحة هكذا، واخد بالك إزاي؟ يعني عند المالكية الأمر واسع، أوسع من الشافعية. الشافعية لا، كل الأصناف لازم يستوعبهم الحاكم، واخد بالك؟ في بيت مال المسلمين، بحيث أنه في بيت الزكاة يعني، ويقسمهم عليهم بالتساوي. يبقى عندي الفقراء ياخدوا التمن المجموع، وابن السبيل والمسكين التمن، وابن السبيل تمن. طب انا ابن السبيل ما استهلكش التمن، اخد جزء الباقي احطه في ايه؟ في اي حته تانية. لكن الاول يبقى عندي التمن متشال ابن السبيل. مرت السنه وما قابلنيش ابن السبيل، اروح محوله لجهه اخرى، فهمتني؟ زي كل دي واجبات الحاكم يعني يعمل. المفروض دي مصلحه كبيره، مصلحه الزكاه، وفيها موظفين، وتكون ليها فرع في كل محافظة، وكل محافظة ليها فروع في كل مدينة تابعة للمحافظة، تبقى هيكل تنظيمي كبير، بحيث ما يفوتش كفر من الكفور ولا زواق من الأزقة، إلا هم عارفين مين المسكين اللي فيه، ومين الفقير، ومين الأرملة، ومين اليتيم، محدش. تبقى كده زي نظام الحكم المحلي كده، واخد بالك؟ لو تصورنا هذا، هتبص تلاقي ما تجدش فقير. تصور كمان مثلا البلاد دي بتصدر بترول، بيجي لها دخل 20% من دخل البترول يتحط في ايه؟ في اموال الزكاة كمان. فتبص تلاقي ايه؟ خزنة الزكاة دي عمرانة من جهات كتيرة، من الاغنياء ومن التجار ومن جهة البترول، واللي يجد ركاز، واللي بيستخرج من المعادن وبيطلع، واللي بيزرع، والمزروعات تجدها ميزانية ضخمة جدا قد تفوق ميزانية الدولة، خد بالك؟ طيب، ولا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من 3 من كل صنف. ده عند الشافعية كده، لابد يبقى كل صنف من 8 أستوعب منه 3 على الأقل، 3 من الفقراء، 3 من المساكين، 3 ابن سبيل، 3 غارمين كده. إلا العامل بس، فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف الاثنين من كل صنف غرم الثالث أقل متمول، وقيل يغرم له الثلث.
يعني افرض ان هو ادى لعاملين اتنين فاتضح انه محتاج عامل تالت معهم يساعدهم، يقوم يدي للعامل التالت يشوف نصيب العاملين التمن. كويس، رحت انا مقسم التمن ده على اتنين عمال كان حقه يتقسم على تلاتة، اشوف الفرق وادفعه من ميزان العمل الدولي. فهمت ازاي؟ طالما احتاج، والسنة اللي بعدها اروح مدخله في المرتبات. فهمت المسألة؟ فانه يجوز ان يكون واحدا ان حصلت به الكفاية، واذا صرف الاثنين من كل صنف غرم للثالث اقل متمول، وقيل يغرم له الثلث، وده الراجح يعني اسهل، لان اقل متمول ده صعب، انما الثلث حاجة ليها قدر محسوب. وخمسة لا يجوز دفعها أي الزكاة إليهم، في خمس أصناف ما ينفعش ياخدوا زكاة، الغني بمال أو كسب، لا تجوز الزكاة لكل قوي ذي مرة قوي، الرسول قال كده، لا تجوز الصدقة لكل ذي مرة قوي، حديث رواه ابن ماجة والترمذي وغيره، يعني طالما عندك قوة على الكسب واخد بالك وعندك مهنة يبقى ما ينفعش تاخد الزكاة، قوم اشتغل بمهنتك وعندك قوة. يبقى الغني بمال أو كسب، واحد صحيح ما عندوش ما يكفي بقية عمره لكن لما بيشتغل بيكفي مصاريفه خلاص خارج، لما يعجز يبقى نديه، طالما هو عنده القدرة أو قادر بكسب ما نديلوش من الزكاة. والعبد، العبد ما ياخدش برضه، لأن لو خد هياخده سيد وسيده غني ما ياخدش. وبنو هاشم وبنو المطلب، لأن الزكاة أوساخ الناس، ودول أشرف من أنهم يأخذوا أوساخ الناس بسبب شرف نسبهم والاكتفائين بالخمس في المغنم. وبنو هاشم وبنو المطلب سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أو لا، وكذا عتقاؤهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع المشهور لكن مش من الفريضة، ما عدا النبي ما يأخذش إلا الهدية إكراما لحق النبي، لكن قرابته ممكن يأخذوا صدقة التطوع إن احتاجوها ولا يأخذوا صدقة الفريضة. واضح؟ جوز الإمام الاصطخري وهو من أصحاب الوجوه عند الشافعية أن يكون بنو هاشم وبنو المطلب يأخذوا من أموال الزكاة إن منعوا الخمس حتى لا يتركوا محتاجين. واضح؟ جوز ذلك. والإمام البيجوري يقول والأولى أن نأخذ بكلام الاصطخري في هذا الزمان، وسيدنا زكريا الأنصاري كذلك كان يستحب ذلك. واضح؟ ليه؟ لأنهم ما بياخدوش الخمس الوقت. والكافر برضو ما ياخدش، وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر، يبقى لازم الزكاة تخرج لمسلم، عشان كده في إيه؟ في مؤلفة قلوبهم خرجنا الكفار من أبواب الزكاة. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم باسم الفقراء والمساكين، أنا يلزم علي أن أنا أنفق على أولادي وعلى زوجتي وعلى أبي إن عجز عن الكسب، وعلى أمي إن عجزت عن الكسب، وعلى أختي إن كانت أرملة وفقدت من يعولها، دي واجب أن أنا أنفق عليهم. كويس؟ طيب، لا يجوز أن أنا أعطيهم الزكاة على انهم فقراء ومساكين، لكن يجوز اعطاءها عليهم لو كانوا عليهم دين، لو كان ابن سبيل، لو كان غازي يغزو في سبيل الله، يبقى لو باي صفه اخرى غير الفقر والمسكنه ممكن اعطيه، يعني ابني اديله الزكاه لو كان بيدفع اقساط على شقته، يعني اشترى شقه بالاقساط عشان يتجوز فاصبح مدين، كل شهر بيدفع له 3000 4000 جنيه في الشهر قسط للشقه اللي هو اصلا ايه شريه وهو ابني، انا ممكن ادفع له انا القسط لانه اغارم. فهمتني ازاي؟ لكونه غارم، سافر عشان يتعلم بره وضاعت امواله، ادفع له التذكره اللي يرجع بلده بيها من اموال الزكاه لانه ابن سبيل. فهمتني ازاي؟ يبقى لو اتصف بصفه اخرى غير الفقر والمسكنه ممكن اديله من اموال الزكاه وهو من اصولي او فروعي. واضح؟ مهم الحتة دي ناخد بالنا. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم باسم الفقراء والمساكين، ويجوز دفعها إليهم باسم كونهم غزاء أو غارمين أو ابن سبيل مثلا أو مكاتب، كل الحاجات اللي احنا ايه قلناها قبل كده. والله تعالى أعلى وأعلم. احنا بقالنا قد ايه؟ خدنا قد ايه؟ ساعة ساعة ونص.
كتير قوي، بس احنا خلصنا الزكاة عشان نعوض لكم الدرس اللي فات. هو سؤالين بس ومش عايزين كتير بقى. من جهة نظر تفريق الأحكام، فمثلا من يزرع ما يحرم مثل البنج وغيره، هل يجب أن يخرج الزكاة في المذاهب التي نوجبها في كل ما يزرع؟ لا، ما يطلعش زكاة زروع، لأن احنا زكاة الزروع يطلعها زرع، فهيوزع الناس حشيش وبنجو؟ ما ينفعش، فما يطلعش. لكن أما يبيعه ويبقى معاه أموال هيطلع زكاة المال ولا تقبل منه لأنها من حرام. فهمتني؟ بس. طيب، في البقر المسنة أو التبيعين على الترتيب أو الترتيب لا؟ لا، يعني ده أو ده، ويختار المالك على فكرة، بنخير المالك الأيسر له يدفعه. كويس؟ مثل المناجم، هناك من ينادي بزكاة على إيجار الشقق المؤجرة، فما رأي سيادتكم؟ لا، إيجار الشقق المؤجرة دي بيجي لك هذا الإيجار، إن كنت بتحوشه فهيدخل في مالك، لما يحل عليه الحول هتطلع الزكاة، إن كنت بتصرفه فلا زكاة على ما تنفق. سهلة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.